درس اليوم يكون مختلف تماما. هو الحقيقة في حد تواصل معايا ويطلب مني إني أشرح طريقة تصميم النماذج اللي هي شبيهة بالكرتونية، فالطريقة بسيطة جدا إن شاء الله. هنستخدم فيها البلندر وأي برنامج تعديل على الصور سواء جيمب أو فوتوشوب. مبدئيا أنا هضيف سيلندر اللي احنا نستخدم طريقة او اللو بولي، فلازم يكون كل بولوجون بنستخدمه يكون مدروس ومحسوب، لان بعد كده نقص الكلام ده بالورق. فانا استخدم وليكن 12، الريدياس وليكن 0.2، هنا 0.4. طيب لازم يكون في عندي ريفرنس اشتغل عليه. ف اكسترود في الزد وسكيل بهذا الشكل. بعد كده هضيف هنا لوب كات، اختار اكتر من فيس، 6 فيسز، واكسترود سكيل شيفت زد بهذا الشكل. ممكن ألغي اختيار الأجزاء ديت وانزل بالزد زي كده، اختار طبعا ممكن اختار الفيسز كلها وهنا individual origin scale هكذا shift z. طيب كده وصلت لمرحلة كويسة. هضيف هنا لوب كات، كنترول بي، ثم كنترول بي، هحذف الفيسز و سيركل هحول دي طبعا لسيركل هكذا. كنا ممكن نستخدم السيمتري طيب ده كده الجزء اللي مطلوب تصميمه. كده وصلت للموديلينج، بعد كده هشوف ازاي اقص هذا المجسم. الموضوع هشوف ان ازاي احول اللي هو الجزء 3D انه يكون فلات عن طريق اليوفي انرامج. طيب مبدئيا اختار كل الاجزاء ديت كنترول اي مارك سيم. يتبقى عندي الجزء اللي فوق ده، فطبعا بالنسبة للدوائر ديت هقصها لازم تكون مارك سيم. هخلي بالنسبة للفرونت سايد مش هحط فيه سيمز، هخلي السيم هنا في جزء الباك سايد، فكنترول 1
السي ممكن تكون ها هنا، فأنا لو قسمت ديت كده كنترول اي مارك سيم، ده كده اتفردت. خلينا نشوف، ننزل بقى اليو في اديتنج، سيلكت اول يو في انراب، الجزء ده تمام، الجزء ده كنترول ال. اذن في جزء هنا لسه مربوط بالجزء اللي فوق، تمام جدا. القاعدة زي ما احنا شايفين في اكتر من طريقة، فانا هلغي كل السيمز اللي هنا في على الجوانب، كنترول اي كلير سيم، وهنا ايضا كنترول اي كلير سيم، واختار، طيب خلينا اختار الثلاثة دول مارك سيم، يو في انراب. طيب هم توصل هنا في الجزء ده كده، الجزء ده كده متوصل، طيب هن برضو مارك سيم هنا كده كنترول اي مارك سيم، وهنا مارك سيم. يبقى احنا كده عملنا ايه، كل اصبح كل جزء قطعة ديت لوحدها ممكن تطبع 6 جوانب. بالنسبة للجزء ده ده اللي هو هنا ده كده، طبعا ده الايز وده السقف ودي القاعدة البيزمنت. بقي اننا نفصل اللي هو الجزء ده عن القاعدة، طيب هنا كان في كنا نسينا ان احد الايدجز هنا كنا نسينا نفصلها او نحددها كمركزين. طيب أصبح كده عندي كل الأجزاء منطقية ومظبوطة. طيب كنترول ال ده كده القاعدة هتكون هنا، كل الأشياء ديت كنترول ال ار 90 درجة، ونظبط الارتفاعات ار 90 درجة هكذا، هنا ال ار 90، هنا برضو ال ار 90، ال ار 90، ال ار 90، ال نحرك هنا كده. بالنسبة لي السقف ال و سكيل ويتحرك هنا كده، هنا ال و موف، ال و سكيل، ده كده بالنسبة لي ال اي. طيب انا اختار الكل يو في اكسبورت يو في لي اوت، ال اوستي هتكون 0.35، هنشتغل على 2K، فهنضرب ده في 2
و all uv ونسمي ده وليكن uvs export هكذا فقط. بعد ما فتحنا الملف في الفوتوشوب اول حاجه هنسمي اللير ديت uvs، هنضيف باك جراوند وليكن مبدئيا باللون الابيض او اي لون، البيز هنسمي دي وليكن، طبعا هنا ممكن بقى ده الجزء اللي هيتطبع وبعد كده هي يعني هنجمعه بعض ككرتون، فدي هنسميها وليكن هنا ممكن نحط هنا دي لوجو. للأسف ما كانش بيسجل. طيب انا بقول ان احنا اضفنا الارتورك وضفنا التصاميم، لو هنطبع فبنحدد الجزء اللي هنطبعه كالتالي ونضيف ستروك والفل صفر، ده كده نفترض الاوباستي 100%، بنقلل الاوباستي لان هنطبع فبنقلل خلينا 16، كل بنكرر الكلام ده على كل اليو في، وبعد ما نطبع بنقص بالمقص ونجمع الأوراق مع بعض. طيب أنا مش مهمني الكلام دلوقتي، بس اللي كان بيسأل ازاي نطبع، فدي الطريقة للطباعة. طيب ممكن نرجع لبلندر ونشوف التصميم هيبقى شكله ازاي، فاعمل سيف للملف ده. طيب هنذهب إلى الشيدنج نيو، ده كده اول جزء كنترول تي، هنضيف. طيب البيس كلر هيكون وليكن احنا قلنا ان الكلر باللون الابيض، تمام. في هنا ايمج تيكتشر، ميكس شيدر، ديفيوز كلر كلر، و فيكتور تو فيكتور. هنختار اليو في امبورت، ده ملف البي ان جي اللي سيفناه من الفوتوشوب، ده هو الملف اللي استوردناه. طيب خلينا نشوف ايه اللي هيحصل، مش هيحصل اي حاجة لان الفاكتور مفترض نوصل الفا بالفاكتور. تمام ممتاز جدا. طبعا ده جيفت، ده كده شكله او شكل التصميم بعد ما نجمعه. يبقى اذا ده كده اللي هنتقص اللون بالاحمر ده كده بعد ما عملنا ريفيو انرابنج. طبعا ممكن نغير الالوان زي ما احنا عايزين، ده كده شكل التصميم بعد الطباعة بعد ما التجميع، ده شكل التصميم. طيب إذا ببساطة شديدة الموضوع ما فيش أبسط من كده، دي الخلفية و الكلام ده نكرره اللي عملناه هنا تاني لأن ممكن تسجيل يكون كان واقف، فنضيف لير جديدة عن طريق البوليجون تول، طبعا البين تول ممكن تكون اسهل. بعد كده هنضيف في اللاير، هنسخ من هنا الكوبي لير ستايل وهنا بيست لير ستايل،
بيست لير ستايل، ممتاز جدا. اذا ده كده الجزء الثاني اللي انا هقصه بالمقص او بالكرتون ونجمعه. طبعا من الحكمة ان اختار الاشياء تكون ما تكونش ظاهرة في الفيو، يعني السيمز ديت ما تكونش ظاهرة في الفيو، بحيث لما اجمعها ما تكونش الشكل المنظر العام يكون مقبول نوعا ما. وده كان درس اليوم، اتمنى يكون درس مفيد، والى اللقاء في عدة دروس قادمة.